نتكلم اليوم عن متلازمة الفتاة المحظوظة. انت لازم تعرفي انه الطاقة اللي بتطلع منك هي نفسها الطاقة اللي بتستقبليها. مثلا رحتي صالون تجميل اعطوكي خدمة مجانية، قولي الله قديش انا محظوظة. او رحتي الماركت تتسوقي واعطوكي كرت خصم، قولي الله قديش انا محظوظة. يعني ايش؟ يعني اي شيء حلو بيصير لك حتى لو صغير جدا لازم تعيدي هذا التوكيد مع نفسك أكثر من مرة وإنتي في منتهى السعادة والفرحة، وهيك إنتي قاعدة تحطي هذه الفكرة في الدماغ وفي المخ وقاعد يركز لك إياها، وبالتالي بيجذب لك أكثر الأشياء حظاً وسعادة وجمالاً لإلك. والآن نردد بعض التوكيدات الجميلة مع بعض. أنا فتاة محظوظة، الكون مسخر لي، الحياة تحبني والكون يحبني، المال يحبني ويأتيني من مصادر مختلفة وبأفضل وأيسر طريقة.